رسالة بولس الرسول لأهل روميا، هو بيبتدي دايما رسالته بمقدمة في كل رسائله، بس في روميا المقدمة بتاعته طويلة شوية وعمل فيها تقريبا خلاصة لاهوتية عميقة جدا. هنقف في كام محطة صغيرة قوي فيها. في البداية خالص بيقول كده، بيعرف نفسه اللي بيبعت الرسالة، فبيقول: بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله. عايزين نقف شوية عند المفرز لإنجيل الله. كلمة مفرز هي باليوناني اسمها أفوريزو، الكلمة دي معناها مخصص أو مقدس أو set apart، يعني لو كل الناس قاعدين هنا هو set apart على جنب كده، كأنه قطع كل حاجة بتربطه بأي حاجة تانية إلا بإنجيل الله. الفعل دوت اللي هو مفرز موجود في العهد القديم كتير، مثلا في لويين 2:26 بيقول: وتكونون لي قدسين لأني قدوس أنا الرب، وقد ميزتكم من الشعوب لتكونون لي. برضو أخدتكم، خليتكم ليا، خصصتكم. برضو نفس الفعل اللي بيتكلم على تخصيص البكر، تخصيص البكر من البشر ومن البهائم على بكورة الأرض، كل ده كان بيروح لربنا. اللويين مثلا السبت ده كله كان مفرز لربنا، مخصص لربنا. لكن بولس هنا بيقول مفرز لإنجيل الله. يعني إيه إنجيل بقى؟ ده السؤال اللي المفروض نسأله. إحنا أول ما بنسمع كلمة إنجيل بنفكر في الكتاب ده، كتاب بجلدة سودة محطوط على مكتب عندنا في البيت عندنا كلنا. وقت ما بولس بيكتب ما كانش فيه الإنجيل ده، ما كانش لسه الجامعة ما بقاش كتاب. فيا ترى الناس اللي كانوا في روميا لما بيسمعوا بولس بيقدم نفسه بيقول أنا مفرز لإنجيل الله، هم فهموا إيه؟ الناس في روميا اللي تلقوا الرسالة ديت قسمين، فيهم ناس مؤمنين كلهم مؤمنين بالمسيح، فيهم ناس مؤمنين كانوا يهود أصلا، وفي ناس مؤمنين كانوا أمم ما كانوش يهود. كل واحد وقع كلمة إنجيل عليه مختلف حسب خلفيته. بالنسبة لليهودي مثلا، هو بيفكر في كلمة إنجيل بمعنى بشرة زي ما احنا عارفينها، جود نيوز، أخبار سارة موجودة. مثلا هي إنجيل باليوناني إيفانجيليون، ده اللي بولس كاتبها، من الفعل إيفانجيليزو، الفعل دوت معناه يبشر. ففي الترجمة السبعينية للعهد القديم بنلاقي الفعل ده، زي مثلا بشروا من يوم إلى يوم بخلاص الرب في مزمور من المزامير. فعندهم تخيل إنه ده بيحكي لنا عن انتصار معين عالي، حاجة هتفرحنا جدا يهوى إلهنا هيعملها في المستقبل. لكن بالنسبة للأمم كلمة إنجيل مختلفة شوية. كلمة إنجيل هو مش بس خبر صار، هو غالبا حاجة مرتبطة بفكرة عبادة الإمبراطور، الإمبريال كولت. دي كانت حاجة منتشرة قوي في الوقت دوت، إن إحنا تخيلوا إن إحنا أمم فقاعدين بنفكر إن الإمبراطور ده حد من مصاف الآلهة. يعني أي خبر بيجي لنا من القصر بتاع الإمبراطور ده اسمه إنجيل، إيفانجيليون. عندنا إيفانجيليون النهاردة إن الإمبراطور جاب ولد جديد خلف، فإحنا بنحتفل وأجازة واحتفالات في كل حتة. عندنا إيفانجيليون إنه ابن الإمبراطور ده بيتجوز، إنه ابن الإمبراطور اتجلس وصل للسن المناسب. فالكلمة دي مرتبطة أكنه خبر حلو جدا جاي من الملك وقعوا علينا إن إحنا بنحتفل بناخد أجازة. دي فكرة الإنجيل. فبولس بيكلم بقى الكنيسة وإحنا فاهمين دلوقتي بيفكروا إزاي، بيقول لهم أنا مفرز لإنجيل الله. الإيفانجيليو اللي أنا جاي أتكلم عليه ده مش بتاع الإمبراطور، ده بتاع ملك الملوك ورب الأرباب، ده بتاع إله اليهود اللي إحنا عرفناه أكتر في ابنه. دي الأخبار السارة اللي أنا جاي أبشر بيها، حاجة رويال، حاجة رسمية جاي أحكي لكم عنها. اللفظة دي بوليسية جدا، يعني هي جت في العهد الجديد تقريبا 76 مرة، 60 مرة منها بولس هو اللي كاتبها. فبما إن بولس رسول الأمم فإحنا ممكن نكون بنستدعي الخلفية بتاعة الأمم عن كلمة الإنجيل.